قتل 48 امرأة على الأقل وتمكن من الفرار لعقدين تقريبا. تقلل النساء من شأني لأنني أبدو كشخص عادي. تعلم جيدا كيف يندمج مع الوضع ورأى نفسه على أنه قاتل متمرس وكفؤ. انتشلت جثث عدة ومع ذلك لم يتم توقيف أي مشتبه فيه. كان مظهري مختلفا عما أبدو في الحقيقة. أكثر السفاحين إجراما في التاريخ الأمريكي يفصح عن أعمق أسراره. من هو؟ ما الذي يدفعه للقتل؟ وكيف استطاع أن يفلت بجرائمه لمدة طويلة؟ الأسئلة والأجوبة في قضية سفاح جرين ريفر. ستشاهدون هذا كله ضمن حلقة اليوم من التقرير النهائي. مدينة سياتل في ولاية واشنطن، 24 من شهر يوليو عام 2003. أفصح الرجل الذي عرف باسم سفاح جرين ريفر عن تاريخه الطويل والمليء بالعنف للشرطة بمساعدة ماري ألين أوتول الباحثة النفسية لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي. تمكن المحققون من سبر أغوار فكر سفاح عديم الإنسانية. كان هدفهم أن يعرفوا كيف أصبح قاتلا متمرسا ولماذا. قد تساعد هذه المعطيات مكتب التحقيقات الفيدرالي في حل قضايا السفاحين في المستقبل في حال تمكن باحثون مثل أوتول من إقناعه بالاعتراف بكل ما يعرف. إنهم يريدون التفاصيل من مسرح الجريمة الأولى إلى التي تلتها على مدى عقود. يتشارك جميع السفاحين صفات وخصائص معينة. كلما جعلت السفاح يشعر بأنه المسيطر تحدث إليك. ما الذي كان أكثر إثارة بالنسبة إليك؟ عملية القتل نفسها؟ أكثر ما كان يثيرني هو القتل. كنت أقتل لأنني أرغب في القتل. أخبر السفاح جرين ريفر المحققين كيف تخلص من جثة ضحيته الأولى قبل 21 عاما. هل كنت تعلم قبل أن تقتلها أين كنت ستضع جثتها؟ لا، قتلتها في مؤخرة الشاحنة، ثم طرأت لي فكرة بأن أذهب إلى نهر جرين. لقد كان مكانا مناسبا وحسب، لأنه سيمحو كل الأدلة تماما. مدينة كنت في ولاية واشنطن، 15 من يوليو عام 82. هنا وبالقرب من جسر شارع ميكر على بعد 20 كيلومترا إلى جنوبي مدينة سياتل، اكتشفت السلطات أمرا بشعا. لقد أخرجوا جثة فتاة من نهر جرين. كانت عارية، ولكن كانت ملابسها ملفوفة بأحكام حول عنقها. أثبت التشريح الجثة أنها خنقت. اسم الضحية ويندي كوفيلد، عمرها 16 عاما. كانت كوفيلد هاربة من منزل أهلها وتعمل مومسا. كانت طريدة سهلة لقاتل لا يمكن إشباع شهيته أبدا. نريد أن نعرف ما كنت تفكر فيه، ما أحسست به. بعد فترة هدأت وتيقنت أنني قتلت أحدا، ولكن ذلك لم يخفف من رغبتي في قتل شخص آخر. 12 من أغسطس، وجدت فتاة عارية أخرى ميتة في نهر جرين. خنقت المومس ديبرا لين بونر ابنة 23 عاما حتى الموت، تماما مثل ويندي كوفيلد. حددت الشرطة أن الضحيتين كانتا تترددان على منطقة اسمها شارع سيتاك. ماذا يعني هذا الرابط المشترك بالنسبة إلى المحققين؟ يشتهر شارع سيتاك وهو طريق عام طوله 27 كيلومترا ويمر بمطار تاكوما الدولي في مدينة سياتل بأنه تجمع للمومسات. المجرم المحتمل الآخر واحد من مئات الزبائن الذين يجولون المنطقة كل أسبوع. حققت الشرطة مع أصدقاء ديبرا بونير وزملائها، ولكن لم يجدوا رابطا بينها وبين ويندي كوفيلد. بقي القاتل طليقا حرا لمزاولة حرفته. إذا أنت من ناحية تقاوم رغبتك في القتل، ومن ناحية أخرى تقاوم الرغبة في أن يلقى القبض عليك. بعد مدة سيطر ذلك على أحاسيسي. أصبحت أرغب في القتل أكثر دون أن يلقى القبض علي، لهذا أصبحت أضع صخورا عليهن حتى لا يطفن بعيدا. بعد 3 أيام في 15 من أغسطس، شاهد راكب رمث شيئا غريبا تحت سطح الماء. ظن أنها دمى عرض للأزياء، فاقترب ليكتشف أنها جثث موتى، جثث فتيات.
وصل المحقق ديفيد رايكرت مع محققين آخرين إلى الموقع. اكتشفوا جثتي امرأتين ملقتين في المياه الضحلة، وقد أثقلت الجثتان بالصخور. بينما شق طريقه على ضفة النهر بحثا عن أدلة، تسمر رايكرت مكانه، فهناك بين الأجمة توجد ضحية ثالثة مخنوقة بثيابها الخاصة. عليه مواجهة حقيقة تقشعر لها الأبدان. كنت على ضفة نهر جرين أسأل نفسي أي نوع من الوحوش نواجه؟ لم يكن هناك أدنى شك في أننا أمام سفاح خطير. ليست هذه المرة الأولى التي يلاحق فيها محققو مقاطعة الملك سفاحاً. قبل 8 سنوات اصطادوا تيد باندي الذي قتل 30 امرأة على الأقل، من بينهن 8 من منطقة سياتل. علم أحد القادة ماذا تعني قضية كهذه بالنسبة إلى الموارد اللازمة للتحقيق فيها والضغط الإعلامي، وسكان المنطقة وكيف سيتفاعلون مع نبأ وجود سفاح جديد في مقاطعة الملك. يمكن أن تكون جرائم القتل المتسلسلة أكثر قضايا القتل تعقيداً في حلها، لأن القاتل يختار ضحاياه عشوائياً. التحقيق في جرائم القتل العادية يبنى على أساس البحث في حياة الضحية وتحديد من تتوافر له القدرة ولديه دافع وتتاح له الفرصة لارتكاب الجريمة، ولكن عندما تتعامل مع مجرمين مختلين عقلياً فإنهم لا يعرفون الضحية حتى. في اليوم التالي أخرج الطبيب الشرعي حجارة كبيرة من مهبل 2 من الضحايا. تظن الشرطة أن القاتل أراد أن يحقرهما جنسياً، كما استخرج الطبيب الشرعي أثر سائل منوي من كلتا الجثتين. عقدت السلطات مؤتمراً صحفياً في مساء ذلك اليوم، وأخبروا الناس بأنهم يبحثون عن سفاح. نعتقد أن من وجدناهن في مقاطعة الملك قد اعتدى عليهن نفس الشخص، وذلك بسبب الوضعية التي وجدناهن فيها والحال التي كنا فيها. كما أعلنوا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيجهز بحثاً نفسانياً عن القاتل. في ذلك الوقت كان ذلك أداة حديثة نسبياً ومثيرة. كان البحث ساحر الإعلام في ذلك الوقت، فقد كان الإعلام يسأل باستمرار عن موعد انتهائنا من هذا البحث. يدرس الباحثون جرائم السفاحين لكي يبنوا تصوراً عن شخصيتهم. إنهم يتفحصون تقارير التشريح وصور مسرح الجريمة، كما يدرسون خلفيات حياة الضحايا أنفسهم. نحن نعاين مسرح الجريمة، ماذا فعل للضحية ومتى فعل ذلك وكيف فعل ذلك، كيف يمكن أن يكون قد وصل إلى الضحية، هذا يطلعنا على شخصية المعتدي. يقومون باستخدام كل تلك المعلومات لعمل بحث تفصيلي عما يمكن أن يكون عليه عمر المعتدي وعرقه ومستواه التعليمي وعمله وحالته الاجتماعية، إضافة إلى صفات أخرى كثيرة. تستخدم الشرطة هذا البحث لتقليل عدد المشتبه بهم، ولكن لا يمكن أن يستبدل التقرير ذاته عمل التحريين التقليدي. إذا اتبعت البحث الجنائي بلا تبصر وقلت هذه هي الحقيقة، فأنت تخالف المبادئ الأساسية للتحقيقات. فقد قلصت حجم المشتبه بهم ببساطة من خلال زعمك أنهم لا يتطابقون مع معطيات البحث. أمضى باحثو مكتب التحقيقات الفيدرالي الشهر اللاحق بأكمله لاستكمال تقريرهم. سيخلص البحث إلى أن السفاح يؤمن بأنه يقوم بمهمة شخصية لتخليص العالم من المومسات. إنها مهمة يقوم بها بإخلاص وتفان. لطالما ظننت أنني أخدمكم، أقتل المومسات، فأنتم لا تستطيعون أن تتحكموا بهن، ولكن أنا أستطيع. 22 أغسطس عام 82، بعد أسبوع من اكتشاف الشرطة للجثث 3 والـ4 والـ5، قامت السلطات بالتعرف إلى آخر الضحايا. الضحايا مارشا شابمن وعمرها 31 عاماً، وسينتيا هاينز وعمرها 17 عاماً، وأوبل ميلز وعمرها 16 عاماً. استنتج المحققون أن 4 من ضحايا جرائم جرين ريفر الخمس، وهن كوفيلد وبونر وشابمن وهاينز، كان بينهن قاسم مشترك، كلهن عملن كمومسات. أما الضحية الخامسة أوبل ميلز فقد اختفت بالقرب من بؤرة تجارة الرذيلة في مدينة سياتل شارع سيتاك. بات محسوماً لدى الشرطة أن القاتل يتجول في شارع سيتاك بحثاً عن فريسة سهلة. هؤلاء هن أضعف فتيات المجتمع، إنهن يتواجدن هناك بهدف أن يتقرب منهن أحد ما. لماذا تكون المومسات خيار السفاح كضحايا؟ أغلبهن يعيشن حياة مستهترة. رابطهن الوحيد بالعالم من حولهن هو سلسلة من الرجال المجهولين، ما يعني أن أحداً لن يبلغ عن اختفائهن إلا بعد فوات الأوان، وإلى حين العثور على جثثهن يكون أثر القاتل قد تلاشى.
إن كم المشتبه بهم في قضية قاتل المميسات كبير جدا، والمعتدي يعرف ذلك، ولعل هذه المعلومة تؤثر في القرارات التي يتخذها، كأنه يقول لنفسه: أعلم أنه سيمر وقت طويل قبل أن تعد مفقودة، وأعلم أنه سيمر وقت طويل قبل أن يفترض أنها ميتة. بسبب مقتل 5 نساء خلال الشهر الماضي، ضم عمدة مقاطعة الملك 25 ضابطاً إلى الوحدة المخصصة لمطاردة سفاح جرين ريفر. ترأس الوحدة المحقق ديفيد رايكرت، وهم يتتبعون الأدلة المحتملة عن الضحايا وزبائنهن. ما عليك فعله هو الذهاب إلى المكان الذي شوهدت فيه لآخر مرة والتحدث مع الناس الذين كانوا في الجوار في ذلك الوقت. حث المحققون الناس على أن يبلغوا عن أي معلومات لديهم، ولكن الشرطة غصت بسرعة بآلاف المعلومات التي انهالت عليها من سكان مدينة تملكهم الخوف. بدأ يظهر اسم تلو الآخر، وكل منا يجب أن يتحرى بشأنه لتحديد ما إذا كان يحتمل الاشتباه به أم لا، ولكن الاتصالات تأتي من كل من له شخص يريد اتهامه من دون سبب. استعد مكتب التحقيقات الفيدرالي لإصدار بحثه حول السفاح جرين ريفر، وقد ساعد في دل الشرطة على المشتبه به الرئيسي الأول. بعد عودتنا لمتابعة التقرير النهائي. شهر سبتمبر من العام 82، بدأت شرطة منطقة سياتل مطاردة مضنية لسفاح، ذلك المسمى بسفاح جرين ريفر. خلال الأسابيع الستة الماضية انتشلت جثث 5 نساء من نهر جرين ومحيطه. كلما بقي مجهولا يحس القاتل بأنه محمي وأكثر تصميما على الاستمرار. كنت مسيطرا على حياتي عندما كنت أقتل، لم أشعر بالندم أبدا. في ذلك الشهر أتم مكتب التحقيقات الفيدرالي البحث النفساني الذي أعده عن القاتل. لم ينشروه عبر الصحافة خوفاً من أن يقرأه المجرم فيغير من نظامه. إذن ما الذي بيّنه البحث للشرطة حول سفاح جرين ريفر؟ ما بيّنه هو احتمال كونه من العرق الأبيض ومن أصحاب السوابق، وأنه عاطل عن العمل في أغلب الأحيان. يشير البحث إلى أن اختياره لفتاة بيضاء العرق كضحيته الأولى يجعله في الغالب من العرق الأبيض أيضاً، ولأنه يلقي ببعض ضحاياه في مناطق صيد نائية فإنه يألف الغابات غير المأهولة، وحتى أنه قد يكون يصطاد من أجل المتعة. طبيعة الجرائم الجنسية من تعرية الضحايا وحتى حشر صخور في مهبلين تدل على أن له تاريخاً سابقاً في الاعتداء والاغتصاب. ولو كان مثل العديد من السفاحين الآخرين، يرى البحث أن القاتل يمضي ساعات صحوته منغمساً في خيالات شرسة لدرجة أنه لا يمكنه الاحتفاظ بوظيفة. كما يحذر البحث من أن القاتل قد يدخل نفسه في التحقيقات، ربما عبر الاتصال لإفادة الشرطة بأي معلومات. بنى مكتب التحقيقات الفيدرالي هذه الاستنتاجات والعديد غيرها على دراسات ل36 سفاحاً مداناً والسلوكيات المشتركة بينهم. بعد إرشادات البحث، بدأ تحريو مقاطعة الملك التدقيق الشديد في أمر سائق سيارة أجرة من سياتل اسمه ميلفين فوستر، والذي يزودهم بالمعلومات باستمرار. كان يتصل ليخبرنا أن بإمكانه تزويدنا بمعلومات تساعد على حل القضية. اكتشف المحققون أن فوستر والبالغ من العمر 44 عاماً نشأ بالقرب من نهر جرين، وأنه عاطل عن العمل أغلب الوقت، وأنه يتردد إلى أماكن عمل المومسات. لديه تاريخ من الاعتقالات، ولكن لا يتضمن العنف الجنسي، ومع ذلك يبدو أنه يطابق معطيات بحث مكتب التحقيقات الفيدرالي من عدة جوانب. لأنه يتناسب جيداً مع معطيات البحث، خصص الكثير من الموارد للتحري في شأنه. 20 سبتمبر عام 82، استدعت الشرطة ميلفين فوستر للتحقيق. خلال التحقيق معه كشف فوستر أنه كان يعرف ضحايا جرين ريفر الخمس، مدعياً أنه قابل العديد من النساء خلال قيادته لسيارة الأجرة. استجوبه المحققون بقسوة حول جرائم القتل. أصر فوستر على أنه بريء، ولكنهم لا يصدقون ذلك. اعتقدنا، وبما أنه عرفهن جميعاً، أن هناك شيئاً آخر في شأنه. راودتنا العديد من التنبيهات والإشارات حوله. خلال فحص له على جهاز كشف الكذب، سأله ضابط إن كان قتل النساء اللواتي وجدن في النهر. أجاب قائلاً لا. أشارت النتائج إلى أن فوستر يكذب. ظن رجال الشرطة أنهم قد أمسكوا بغريمهم وأخذوا عينات من شعره ودمه لمقارنتها مع أدلة مسرح الجريمة، ووضعوه سراً تحت المراقبة. بعد 5 أيام في 25 سبتمبر،
انتشلت السلطات جثة أخرى هنا في الغابات التي تبعد 3 كيلومترات إلى الجنوب من المطار وبعيداً عن موقع ضحايا جرين ريفر السابقة. لقد عرفوا الضحية 6 على أنها ابنة 17 ربيعاً جيزيل لوفورن وهي مومس عملت في شارع سيتاك. أظهر تشريحها أنها خنقت قبل 9 أسابيع من بدء الشرطة مراقبة ميلفين فوستر على مدار الساعة، لذا يبقى فوستر المشتبه به الرئيسي. وسرعان ما اكتشف مراقبة الشرطة له، فقام بعرض قصته على الإعلام. هل قتلت كل أولئك النساء؟ لم أفعل، ولكنني أتمنى لو كنت أعرف. أتمنى لو أنني كنت أعرف من فعل ذلك حتى أضع له حداً. أنا أكره كل من يؤذي امرأة. استمر المحققون في ملاحقة فوستر ولم تظهر أي جثث أخرى. مع تركيز الصحافة والشرطة كذلك على مشتبه به وحيد، أحست المومسات بأنهن في أمان ما دمنا يتجنبن فوستر. كلما حدثت أحدا في ذلك الشارع أجاب بأنه ميلفين فوستر. مع حلول شهر ديسمبر من العام 82 أصبح المحقق رايكرت وزملاؤه مقتنعين بأن ميلفين فوستر هو القاتل، على الرغم من عدم امتلاكهم أدلة كافية لاعتقاله. عينات الدم والشعر والألياف المأخوذة من فوستر لا تتطابق مع ما جمع من مسرح الجريمة، ومع ذلك قررت إدارة مكتب عمدة مقاطعة الملك تقليص عدد العاملين في وحدة تحقيقات جرين ريفر. لماذا خفضت السلطات عدد الشرطة العاملين والموارد؟ ظنوا أن سفاح جرين ريفر توقف عن القتل. كان السبب أننا لم نعثر على المزيد من الضحايا، ولدينا قضايا أخرى لنحلها، لذا سنعيد كل واحد إلى عمله الأساسي. مرت عدة أشهر ولم تظهر أي جثث جديدة، ولكن الشرطة في حيرة. إنهم يتلقون المزيد والمزيد من التقارير عن أشخاص مفقودين، والكثير منها عن مومسات. تعلم السلطات أن السفاح ما إن يبدأ نادراً ما يتوقف من تلقاء نفسه. امرأة أخرى ميتة، أهذا كفتح ثغرة جديدة في حزامك؟ كلا، لم يكن ذلك في بالي. عندما أبدأ القتل أستمر به وحسب. شهر مايو من العام 83 اكتشفت السلطات جثة امرأة مخنوقة في الغابات إلى الشرق من المطار. لاحقا في الصيف والخريف وجدوا رفات 7 نساء أخريات في مناطق ريفية في مقاطعة الملك. ولكن الشرطة كانت تراقب ميلفين فوستر على مدار الساعة طوال الفترة الماضية. أدرك المحققون الآن أنهم أخطأوا الحكم على الموقف. سفاح جرين ريفر ما زال طليقاً وهو ليس فوستر. أدركوا فجأة أن هذا الرجل لم يختف أياً كان. مع نهاية العام 83 وصلت حصيلة القتل إلى 15 مع وجود تقارير باختفاء 20 مومساً أخريات على الأقل. كنا كمن يقول يا إلهي، ليس اتصالاً آخر ولا ضحية أخرى ولا موقعاً آخر. علينا أن نعرف من هو هذا القاتل، علينا إيجاد هذا الرجل. شهر يناير من العام 84 بعد مضي عام على حل أول وحدة تحقيقات، أنشأ مكتب عمدة مقاطعة الملك وحدة جديدة تحوي 43 محققاً من وكالات الأمن المحلية والتابعة للولاية ومن مكتب التحقيقات الفيدرالي. بدأ الضباط السريون مهاجمة تجارة الرذيلة في مدينة سياتل واعتقال زبائنها، لكنهم لم يقتربوا بذلك من إيجاد غريمهم وليس لديهم أدنى فكرة عن هويته. في شهر فبراير التالي تلقى المخبر السابق والمراسل الصحفي مايك باربر رسالة مطبوعة من صفحتين مرسلها مجهول. احتوت الرسالة على تفاصيل عن قضايا قتل جرين ريفر كانت الشرطة قد أخفتها عن العامة، مثل الحجارة المحشوة داخل 2 من الضحايا. كانت هناك أمور مخفية سمعت عنها، وهناك أمور لم أسمع عنها من قبل. سلم باربر الرسالة إلى التحريين والذين بدورهم أرسلوها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي لتحليلها. من برأي مكتب التحقيقات الفيدرالية قد كتب هذه الرسالة؟ شخص آخر غير القاتل. لأسباب ما زالت غير واضحة، قرر باحث لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي أن لا صلة بين الرسالة والقاتل. تقرر أنها ربما أرسلت من قبل أحد ضمن وحدة التحقيقات، والذي أراد أن يجذب انتباه وحدة التحقيقات له لأهميته أو أهميتها الشخصية، ولكنها لم تكن من القاتل. نتيجة لذلك قررت السلطات إيقاف أي تحقيقات إضافية حول الرسالة، وازداد القاتل جرأة. ما الذي كان يثير شعورك؟ مع أولهن كان الخوف من أن يمسك أحد بي، بعد ذلك وكلما قمت بذلك أصبح سهلاً علي أن أقتل وأن أخذهن إلى أماكن
أبعد قليلا كي لا يجدهن أحد بسرعة. شهر فبراير من العام 84، بعد مرور حوالي عامين على اكتشاف أولى ضحايا جرائم جرين ريفر، وصل عدد الضحايا إلى 16 ضحية، ولم تظهر أي علامات على انتهاء الأمر. كان الأمر محبطاً لأن تلك الضحايا بقيت هناك لمدة طويلة وتحول رفاتها إلى هياكل عظمية. كنا نمضي أسابيع للانتهاء من فحص مواقع الجريمة. قريباً ستفتح تطورات جديدة في علم الأدلة الجنائية القضية على مصراعيها، ولكن كم من الوقت سيمر قبل أن يوقف القاتل؟ هذا السؤال إضافة إلى أسئلة والكثير من الأجوبة عندما نعود في التقرير النهائي. مقاطعة الملك في ولاية واشنطن، شهر فبراير من العام 84. مطاردة الشرطة التي قاربت العامين لسفاح جرين ريفر فشلت في تحقيق أي اكتشاف. إنها أكبر قضايا القتل المتسلسل غير المحلولة في الولايات المتحدة بحصيلة 16 فتاة مقتولة. لم يعد المحققون يعتبرون ميلفين فوستر المشتبه به الرئيسي، وقد عادوا إلى نقطة البداية. لم نتمكن من إيجاد أي شيء يربطه بالضحايا. لقد راقبناه لمدة طويلة ولم نمسك به وهو يقوم بأي فعل. وصل التحقيق إلى نهاية مسدودة. بقي المفترس الشرير طليقاً وهو يغلب الشرطة في كل خطوة. خدعت المومسات حتى تقتلهن. من خدعت أيضاً؟ بشكل أو بآخر لقد خدعت الشرطة. سيطرت موجة جديدة من الخوف على شارع سيتاك. أخبرت إحدى المومسات الشرطة عن زبون وصفته بأنه غريب ومختلف. قالت إنها نظرت إلى هويته الشخصية. كان اسمه جاري ريدجواي. بحث المحققون في خلفية جاري واكتشفوا أن له سجلاً إجرامياً. كان قد اعتقل عام 82 في عملية سرية قامت بها إدارة عمدة المقاطعة للإيقاع بالذين يترددون على المومسات، وقد اعترف بفعلته بكل طواعية. لا يطابق جاري معطيات بحث مكتب التحقيقات الفيدرالية عن سفاح جرين ريفر، فقد تزوج مرتين ولديه ابن وهو يعمل في نفس الوظيفة منذ 13 عاماً، ومع ذلك استدعته الشرطة للتحقيق. وافق ريدجواي على القيام باختبار جهاز كشف الكذب. سأله رجال الشرطة إن كان قتل أياً من ضحايا قضية جرين ريفر، فأجاب لا. نجح ريدجواي في اختبار الجهاز وأخلت الشرطة سبيله. كانت حاله كحال الكثير من المتهمين الذين أغلقت ملفاتهم لعدم وجود إجراءات أخرى لتتخذ في حقهم. شهر يونيو من العام 85، مر أكثر من عام ثم وجدت الشرطة مواقع دفن جديدة تحوي 15 ضحية أخرى، فارتفعت حصيلة القتلى إلى 31 فتاة. مشط المناطق المحيطة بكد بحثا عن أدلة. كانوا يتعاملون مع مواقع الجريمة هذه كأنها مواقع آثار، ينبشون الرمل والتراب باحثين عن ألياف صغيرة، مفتشين في أعشاش الطيور على الأشجار. كانت هي تلك المرحلة التي قامت فيها وحدة التحقيقات بقفزة تكنولوجية مهمة. للتعامل مع سجل الأدلة السابقة الضخم، ركبوا جهاز كمبيوتر متطوراً للمقارنة بين الأسماء وبين مفردات ما. في شهر سبتمبر من العام 86، كشف بحث عن معلومات جديدة عن شخصية مألوفة، جاري ريدجواي. كشف المحققون الغطاء عن تقرير لشرطة مدينة ديموين في ولاية واشنطن التي تبعد 25 كيلومترا إلى الجنوب من سياتل. التقرير والذي صدر عام 83 يحدد ريدجواي على أنه مشتبه به في قضية اختفاء مومس عمرها 18 عاما واسمها ماري ميلفار. شهدت ميلفار لآخر مرة تصعد في شاحنة صغيرة في شارع سيتاك في شهر أبريل من العام 83. ذهب قواد مالفر للبحث عنها بعدما تأخرت في عودتها. وجد تلك الشاحنة واقفة خارج هذا المنزل على بعد بضعة أحياء من الشارع. مالك الشاحنة هو جاري ريدجواي. بعد عدة أيام زار ضباط من شرطة ديموين منزل ريدجواي. أنكر أنه أقل مالفر فتركوه بعد ذلك. كيف أغفلت المعلومات حول مالفر وريدجواي؟ لم تطلع شرطة ديموين وحدة التحقيق في قضايا جرين ريفر على التقرير إلا بعد مرور عدة أشهر، وعندها ضاع التقرير في جلبة الأحداث. لقد أدركنا ما أغفلناه، فالأمر الوحيد الذي لم نكن نحاول فعله هو إهمال أمور كهذه. عام 86 بدأ محققو وحدة التحقيقات بحثاً واسعاً في خلفية ريدجواي، وتوصلوا إلى اكتشاف خطير.
تتصادف التواريخ التي اختفت خلالها 27 من الضحايا مع أيام أخذ ريدجواي مأذونية فيها من عمله في مصنع شاحنات محلي. بدأ المحققون يتعاقبون ريدجواي، شاهدوه يتجول في الشارع مغازلاً المومسات. كنت أتبعه، يقود ببطء عبر الطريق السريع، يبحث في الجوار، كان يحب أن يتواجد هنا كلما سنحت له الفرصة. الثامن من شهر أبريل من العام 87، حصل المحققون على مذكرة لتفتيش ريدجواي وممتلكاته. أخذوا عينة من شعره ولعابه، فيما قلب فريق آخر منزله رأساً على عقب. لقد قاموا بتفتيش المنزل وجمعوا كل دليل أمكانهم الحصول عليه، ولكن في نهاية المطاف ولسوء الحظ لم يوجد هناك أي دليل مادي واحد يمكن أن يربطه ماديا بأي من مواقع الجريمة، لذا كان هناك خيبة أمل كبيرة. وضع رجال الشرطة مسحة فموية تحتوي لعابه في ثلاجة حفظ الأدلة. إنهم يعلمون بأن علوم الأدلة الجنائية تتطور سريعاً وسيمكنها في يوم من الأيام حل القضية. ما الذي يتوقع المحققون الوصول إليه من خلال المسحة الفموية؟ اكتشاف ما إذا كان الحمض النووي لريدجواي يطابق الحمض النووي لسفاح جرين ريفر. عينات المني التي أخذت من 3 ضحايا سفاح جرين ريفر قد حفظت مسبقاً، ولكن تحاليل الحمض النووي ما زالت في أول عهدها. كان الجميع يعلم جيداً بأن تكنولوجيا الحمض النووي كانت في الأفق القريب ولكنها لم تكن متوافرة، لذلك تم حفظ الأدلة بانتظار تطور تلك التكنولوجيا. لم يكن لدى المحققين خيار سوى انتظار تطور العلم أو أن يهفو ريدجواي. لم يقوموا بتوقيف أحد ووضعت القضية جانباً. في الحقيقة لقد فزع القاتل. أحاسيسك كانت مختلفة، كيف؟ لقد توقفت من شدة الخوف بعد ذلك لأن الأمر يجب أن ينتهي. مرت السنوات العشر التالية بهدوء، وقلصت وحدة التحقيقات في جرائم جرين ريفر إلى محقق واحد هو توم جينسون، ولا يوجد أي تطورات في القضية. اختار ناخبو مقاطعة الملك ديفيد رايكرت عمدة لهم. خلال التسعينيات من القرن الماضي تابع هو وجينسون تطور اختبارات الحمض النووي. بدأنا نتحدث بعد سنوات إلى أي مدى يمكننا الوصول، واتفقنا على أن الشيء الذي نحتاج إليه هو التركيز على الحمض النووي. بحلول عام 2001 حصل مختبر الجرائم على التكنولوجيا اللازمة لإجراء فحوصات الحمض النووي. أتاحت المعدات الجديدة القدرة للعلماء على بناء بيانات عن الحمض النووي من الأدلة المتحللة. كان لدينا كل القضايا العالقة في الماضي، ولدينا الآن التكنولوجيا التي تمكننا من أخذ هذه القضايا وإعادة تقييم ما بقي منها. شهر مارس من العام 2001، قدم المحقق جينسون أدلة قضية جرين ريفر إلى العالمة الجنائية بيفرلي هيميك لتحليلها. استخدمت عينات مني القاتل المأخوذة من الضحايا مارشا تشابمن وأوبل ميلز وكارول آن كريستنسن. لقد ساعدت فعلة القاتل بإدخال حجارة داخل 2 من الضحايا على حفظ عينات منيه. لقد حفظ ما يكفي من المني، فتمكننا من استخلاص بيانات عن الحمض النووي. أثبتت هيميك أن نفس الرجل اغتصب الضحايا الثلاث جميعاً. قارنت بعد ذلك بيانات الحمض النووي مع عينة اللعاب المأخوذة من ريدجواي. إنها مطابقة مثالية. اقتصر الأمر على إبلاغ المحقق جينسون وإعلامه بأننا حصلنا على بعض النتائج الجيدة. أوصلت جينسون بعد ذلك النتائج إلى العمدة رايكرد بنفسه. كنت أحمل مغلفاً في جيبي وأخرجته وأعطيته إياه. أمسكت بطرفه وقلت: أتعرف يا توم، لست بحاجة إلى أن أفتحه حتى إنه جاري ريدجواي. عبر العلم تمكنت السلطات أخيراً من التعرف إلى السفاح الذي حيرهم على مدى 19 عاماً. لقد وضعنا أساس العمل وعملنا في عمق غمار المكان، حيث بذل التحريون كل الجهد وكنا متعمقين في عملنا. ثم يأتي العلم بعد سنين ويتم التعرف إلى واحدة من بين 40,000 إخبارية. لا تزال هذه الفكرة تصيبني بالقشعريرة إلى اليوم. 30 من شهر نوفمبر من العام 2001، ألقت الشرطة القبض على ريدجواي بينما كان يغادر عمله، وهم يصورون عملية إلقاء القبض. أخبرته بأنه قد ألقي القبض عليه بتهم قتل نساء عدة في مقاطعة الملك. نظر إلي، أخذت علبة غدائه من يده وبكل بساطة قال: حسناً. اتهمت السلطات ريدجواي بأربع تهم قتل من الدرجة الأولى. أخبرناه بما لدينا ضده من أدلة. لم أرى خوفاً في عينيه، لم أرى قلقاً في عينيه. سأل جاري سؤالاً واحداً في طريق عودتنا إلى المكتب، وهو ما الذي سيحصل لشاحنته.
لا نعلم إن كان ريدجواي مسؤولاً عن مقتل أي نساء أخريات. في نفسه لم يكن لدى رايكارت أدنى شك. لقد راقب رجال الشرطة وهم يرافقون ريدجواي إلى سجن مقاطعة الملك لاحتجازه. نظرت إليه وقلت: لقد نلنا منك أيها الوغد. إذا تمت إدانته قد يواجه ريدجواي عقوبة الإعدام، لكن السلطات على يقين بأنه يحمل مفتاح حل العشرات من جرائم القتل وقضايا الاختفاء غير المحلولة. انتظر العديد من عائلات الضحايا ما يقارب العقدين للحصول على إجابات. ينطوي القضاء على أكثر من عملية معاقبة الجاني، يجب أخذ الضحايا الأحياء بعين الاعتبار كذلك. إبرام النيابة العامة اتفاقا مثيرا للجدل مع قاتل عند عودة التقرير النهائي. مدينة سياتل في ولاية واشنطن، 15 من شهر أبريل من العام 2002. بعد مطاردة سفاح جرين ريفر على مدى عقدين تقريبا، قامت الشرطة باعتقاله. احتجزوا هذا الرجل ريدجواي البالغ من العمر 53 عاما. تعهدت النيابة العامة بالسعي وراء عقوبة الإعدام بحقه، وقضيتهم تدعمها أدلة متينة من الحمض النووي. دافع محامو ريدجواي وطلبوا بالإبقاء على حياته إذا قدم اعترافا تفصيليا عن جرائم قتل جرين ريفر. قلت لجاري: إذا كانت لديك معلومات فلنفصح عنها ونرى إن كانت النيابة على استعداد لمناقشة الأمر معنا. فكر ريدجواي في اختياراته واتخذ قرارا سيفتح بابا إلى أسوأ الخبايا التي في عقل سفاح. أقر بأنه سفاح جرين ريفر، وخلال أسابيع سيعترف بقتله أكثر من 60 امرأة. قال: لقد قتلتهن جميعا. إنها لحظة لا تنسى أبداً، يمكنك أن تشعر خلالها بالقشعريرة تسري في جسمك. التمس محامي الدفاع من النيابة العامة عقد صفقة لتخفيف طلب الحكم، ولكن ممثلي الولاية مترددون. أوضح اعتراض على الأمر يمكن أن يوصف بأنه مثل عقد صفقة مع الشيطان. إعفاء رجل من عقوبة الإعدام بينما هذا الرجل هو أكثر من يستحقها. لماذا إذن وافقت النيابة على عقد صفقة التخفيف؟ يحتاج التحريون إلى معلومات تساعدهم على إغلاق قضايا جرائم قتل غير محلولة. شعرنا بأنه من الأفضل أن نقبل العرض. كان الأمر تحميله مسؤولية كل تلك القضايا، وفي نفس الوقت إتاحة الفرصة للعائلات بأن تحصل على إجابات عن أسئلة تشغل بالها. هل قتل هذا الرجل ابنتي؟ صباح الخير. صباح الخير، مرحبا. 13 من يونيو من العام 2003، نقلت السلطات ريدجواي إلى مقر سري حيث سيقوم المحققون باستجوابه مطولاً أمام كاميرا تصوير. كما أرسل مكتب التحقيقات الفيدرالي الباحثة النفسية المتمرسة ماري إيلين أوتول لاستجواب ريدجواي. وظيفتها مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي على إنشاء بحوث أفضل عن السفاحين حتى تتمكن قوى الأمن مستقبلاً من تمييز المجرمين المماثلين. نحن نثقف الأناس الآخرين بمساعدتك حول السفاحين. ما هي استراتيجية أوتول لحث ريدجواي على الكلام؟ لقد قامت بإرضاء غروره وجعلته يمسك بزمام المبادرة. قد أكون أحد أول الأشخاص في حياته الذين جلسوا وقالوا له: فلنتعرف إلى المزيد عنك وعن حقيقتك. بينما تضع يديك حول عنق أحد ما، أخبرني كيف تكون تلك العملية بالنسبة إليك. كان ذلك طريقة أعاقب بها امرأة. يجب عليك أن تساير النرجسية، وعليك أن تساير الغرور أيضا. كانت تنظر إلي وتحاول أن تجعلني أتوقف. أرجوك لا تفعل. ولكنني استمررت بخنقها. ما كان بإمكاني أن أتركها ترحل، إذ كانت ستدل علي ولن أستطيع أن أقتل بعد ذلك مجددا. فيما تحاول أوتول أن تعرف ما الذي يجعل ريدجواي يقتل، على المحققين توثيق كل جريمة يعترف بفعلها. إنهم ينصتون إلى معلومات لا يعرفها إلا القاتل وحده. يصبح ريدجواي صريحا عندما يتمكن من التواصل مع ما يسميه جاري القديم، كناية عن شخصيته القاتلة السابقة. ما الذي سيعرفه جاري القديم سيخبرنا عن هذه المشاهد التي لن يخبرنا عنها جاري الجديد؟ لا يمكنني أن أوضح ذلك. لا أدري ماذا يحدث في عقلي. ما أعرفه أنني أخرج نوعا من الغضب. لقد تبين أن غضبا عميقا يتأجج وهو الذي دفع ريدجواي للقتل.
ولكن ما هو منشأ هذا الغضب؟ لا يعرف المحققون هذا حتى الآن. لأن ريدجوي قتل العديد من النساء، فإنه يجد صعوبة بالغة في تذكر أسمائهن أو أشكالهن. بعض الناس يذهبون إلى المنزل، إذا ارتكبوا جريمة قتل يكونون سعداء جدا بما فعلوا. أنت لست كذلك صحيح؟ بل كنت كذلك، فبينما أصل إلى المنزل أكون قد استرخيت وربما أستمتع بمشروب. طال الاستجواب ليمتد من أيام إلى أسابيع. كشف ريدجوي أنه هو من كتب رسالة إلى صحيفة سياتل عام 84. إنها نفس الرسالة التي صنفها باحث مكتب التحقيقات الفيدرالي على أنها خدعة. اعتمدت الشرطة ووحدة التحقيقات على دقة باحث مكتب التحقيقات، ولذلك غضبوا من مكتب التحقيقات لهذا الخطأ. كانوا حانقين عليهم. هذه هي، ها هي، أليست هذه أسناناً؟ ما بين شهري يونيو وأكتوبر من العام 2003 صاحب ريدجوي الشرطة إلى أكثر من 20 موقعاً يزعم أنه ألقى رفات ضحاياه فيها. أصعب ما في الزيارات الميدانية هو حقيقة أنه استمتع بها كثيراً. كان يبتهج كلما أدخلناه الشاحنة الصغيرة. حفرت السلطات وأخرجت أكثر من 4 مجموعات من بقايا جثث أولى ضحايا جرائم جرين ريفر المكتشفة منذ 5 سنوات تقريباً. مع حلول شهر نوفمبر انتهت الشرطة من توثيق 48 من الجرائم التي اعترف ريدجوي بارتكابها، لكنه لم يعطهم أبداً إجابة ثابتة عن عدد النساء اللواتي قتلهن بالمجموع. اتهمناه ب48 جريمة وهو عدد بسيط، إنه من شبه المؤكد أقل من عدد الأشخاص الذين قتلهم. عن مقتل ويندي لي كافيلد مذنب. الخامس من نوفمبر من العام 2003 أقر ريدجوي بأنه مذنب في 48 تهمة قتل من الدرجة الأولى. عن مقتل كالين آر بروكمان مذنب. أعلن عن صفقة تخفيف الحكم التي أبرمها ريدجوي والتي تنقذه من عقوبة الإعدام. بعض أهالي الضحايا غضبوا لذلك. إذا سمحت لشخص بأن يحصل على تخفيف للحكم إلى سجن مؤبد وقد اعترف لتوه بقتله 50 شخصا وأن تظن بأنه قتل أكثر من ذلك، أين العدالة في هذا؟ لكن أكثر العائلات أحس بالسكينة لمعرفتهم ما حدث لأحبابهم بعدما يقارب 20 عاما. كان الموضوع مساعدة الآخرين في العثور على معارفهم، لأنه لا يمكنني تصور عدم معرفة ما حدث لابنتي أوبل. أسئلة كثيرة ما زالت قائمة. كيف قتل ريدجوي هذا الكم من النساء طوال هذه المدة ولم يكتشفه أحد؟ ولماذا فعل ذلك؟ وما هي الغاية؟ الإجابات عند عودة التقرير النهائي. مدينة سياتل، نوفمبر من العام 2003. بعد إقراره بالذنب في 48 تهمة، وافق ريدجوي سفاح جرين ريفر على خوض شهر آخر من الاستجوابات مع السلطات في سياتل. إنهم يريدون معرفة كيف خدعهم طوال ما يقارب العقدين صباغ شاحنات ذو معدل ذكاء دون المتوسط عند حوالي 85 نقطة. وكأن أحداً قرر أن يصنع أو يصمم السفاح المثالي. لقد تكبدت الكثير من العناء لابتكار هذه الحيل. كيف تلاعب ريدجوي بكل أولئك النسوة؟ لقد تظاهر بأنه رب أسرة وديع ومسالم. استخدم ريدجوي أساليب عديدة ليريح بال الفتيات، لذا كنا مرتاحات معه ووثقنا به. لقد كشف أنه أحياناً كان يأخذ ابنه الذي كان بالمدرسة الابتدائية معه عندما يريد أخذ مومس، وإذا كان وحده عندها يريهم صوراً للصبي. كنت أخرج لهم هويتي وأضع إصبعي على رخصة القيادة كي أخفي اسمي. نعم. ولكن على الناحية الأخرى كان هناك صور وصورة لابني. وعندها ترى صورة ابني فتظن أنني على الأغلب شخص طبيعي. كان يستخدم هذا المظهر الطبيعي كي يقنعهن بأن لا عيب فيه. انظرن، لدي ألعاب على مقعد سيارتي، أنا أب. تمكن ريدجوي من خداعي حتى أحدق المومسات بقامته القصيرة ومظهره المتواضع. كنا يعتقدن أني رجل غير قوي البنية، شخص عادي جداً،
وهذا كان في الواقع خطأهن، فقد كان مظهري مختلفاً عن حقيقة كل الاختلاف. قدرة ريدجواي على عيش حياة تبدو وكأنها طبيعية أتاحت له أن يبقى متخفياً لسنوات، تحدى توقعات حتى أفضل الباحثين في مكتب التحقيقات الفيدرالي. لما أخطأ الباحثون لهذه الدرجة في هذه القضية؟ لأن ريدجواي انحرف عن القواعد المتعارف عليها عند غالبية السفاحين، لم يتماشى مع النمط التقليدي للإنعزاليين الذين لا يمكنهم لعب دورهم في المجتمع، بل على العكس احتفظ ريدجواي بوظيفته طوال 30 عاماً وتزوج 3 مرات وأنجب ابنا. كما وعلى عكس الباحث، لم يكن لريدجواي سجل جنائي باعتداء جنسي أو اغتصاب، ولم يكن من محبي رياضة المقاومة. كان علم البحث الجنائي في بداياته عند وقوع جرائم جرين ريفر، وكان أمام الباحثين الكثير ليتعلموه. إن البحث الذي أجري في الثمانينيات من القرن الماضي هو من النوع غير التفصيلي، والقدرة على تطبيقه على شخص بعينه لم تكن متاحة. ولكن تنبأ مكتب التحقيقات الفيدرالي بدقة بأن القاتل كان يحس بالذل في علاقاته مع النساء، لذلك سعى إلى معاقبة وتحقير ضحاياه. هنا وأخيراً يصل ريدجواي إلى جوهر دافع القتل لديه، أحاسيس من الغضب تجاه النساء. لماذا كرهتهن؟ لقد تحكمت النساء بي ولا أحب أن يتحكم أحد بي. هذا ما يتلخص به الموضوع، وهو التحكم بتلك المومسات. لم تحبني أي منهن، لذا تباً لهن جميعاً. ما هو مصدر كراهية ريدجواي للنساء؟ إنه يلوم جزئياً علاقته بأمه. بحسب أقواله، حقرته أمه لأنه كان يتبول لا إرادياً في فراشه إلى أن بلغ 13 عاماً من العمر. كانت تصر على أن تنظفه بنفسها طوال كل تلك السنين. بعد أن عانى هذا الإذلال، يقول إنه بدأ يتخيل قتل أمه. إنه يعترف بأن خنق النساء يثيره جنسياً. يصبح الجنس والعنف متشابكين، ومتى حصل ذلك لا يمكنك فصل هذين العنصرين عن بعضهما البعض. ما هي المشكلة؟ ألخصها فقط بحبي لقتل النساء. 16 من ديسمبر من العام 2003 اختتمت السلطات التحقيقات التي دامت 5 أشهر مع سفاح جرين ريفر. وجدت الباحثة النفسية في مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه، وكما هي حال الكثير من السفاحين، قدرة ريدجواي على عيش حياة مزدوجة هي نموذجية. كلما طالت مدة نجاح السفاح، أصبح المظهر الخارجي لحياته طبيعياً، وهذه بالتأكيد هي حال جاري. في 18 من ديسمبر حكم قاض على ريدجواي بالسجن مدى الحياة 48 مرة على التوالي. نقلته السلطات إلى سجن ولاية واشنطن الإصلاحي، حيث يقضي حالياً مدة حكمه. على الرغم من أن ريدجواي سيبقى إلى الأبد وراء القضبان، إلا أن الكثير من الرجال والنساء الذين أمضوا عقدين تقريباً في محاولة القبض على القاتل يرون أن نسيان هذه القضية أمر صعب. لقد تحملنا ضغوطات كثيرة في هذه القضية، وعشنا معها يوماً بعد يوم متسائلين وآملين ألا يموت أحد آخر. وبالطبع بعد أن أمسكت به تقول لو أنك قبضت عليه قبل ذلك كنت أنقذت حياة أحد ما. أنا أفكر في ذلك. في التقرير النهائي عن سفاح جرين ريفر يبقى غامضاً ما إذا كان ريدجواي قد ارتكب أكثر من الجرائم 48 التي اعترف بها. خسرت الشرطة وقتاً ثميناً خلال العام الأول من التحقيق، وذلك بملاحقتهم للرجل الخاطئ ميلفين فوستر. كما واجه المحققون تحديات في تحديد هوية ضحايا القتل، فالحياة المجهولة التي عاشتها العديد من المومسات أعاقت سير التحقيق. كان صعباً جداً في الكثير من الأحيان أن نحدد هوية الرفات، وكان صعباً جداً أن نجد أحداً يعرف وقت اختفاء الضحية. عامل آخر أبعد الشرطة عن ملاحقة ريدجواي، نتائج اختبار كشف الكذب. يبقى موضوع نجاح هذا الاختبار عام 84 مسألة تكهنات. لقد صنع جهاز كشف الكذب للتعامل مع 99% من أفراد المجتمع. هناك أناس في هذا العالم لديهم تركيبة مختلفة وحسب. الجهاز ليس أداة فعالة مع الجميع. الرؤية المكتسبة من استجواب ريدجواي ستعطي من دون أدنى شك الباحثين الجنائيين إحاطة أشمل عند ملاحقتهم لقتلى مشابهين مستقبلاً.
لقد تطلب الأمر الاكتشاف العلمي الجديد لتحاليل الحمض النووي لحل قضية جرين ريفر بشكل نهائي. كما ألقت هذه الملحمة المأساوية الضوء على محدودية البحوث الجنائية، والتي في نهاية المطاف هي فن أكثر من كونها علماً، فن يواصل المحققون إتقانه.